أهلا بالشباب، أرحب بكم مرة أخرى في درس جديد من درس الصيانة إن شاء الله. أعذروني إذا الصوت واضح أو لا، من فيدباك كان بالجامعة. أحاول أسوي برزنتيشن لكتشر 3، hopefully maybe this lecture will be the last one with me and then Dr. Mann will join you from the next week and so on. But before that we're going to need to decide on exam. إرادنا إن شاء الله نحدد وياكم في الامتحان في شيء على هاي الماتيريال. بصراحة صارت ماتيريال نوعا ما هواية، إرادنا شوية نسوي امتحان حتى تقرون شوية ليش تصير مادة كلش كبيرة. فإن شاء الله اتفقية دكتور أمامي ويا ممثلكم ساير نحكي نشوف الوقت المناسب للامتحان. سو بيسكلي راح يكون هو يعني إلكتروني خلال المنصة، أسئلة بسيطة واختيارات أو جواب بسيط او جوجل فورم. شوفوا احنا شلون نرتبها ان شاء الله، شيء مبسط ان شاء الله، ما نريد تعقيد كثير. اذا صوتي واضح اذا تسمعوني المفروض. تسمعوني ريان ستيفان؟ اي نعم دكتور، صوتك واضح دكتور. احسن، شكرا. احنا بدنا نحكي صفراء مو زين. اذا نكمل وياكم، قلنا هسه بهاي الليكتشر شوي راح نحكي على الايفالويشن، على التقييم، شلون اقيم البيفمنت مالتي زين مو زين وكذا الى اخره، اقيم الستراكشر مالت الديفليكشن. طبعا ناخذ بهذه المحاضره شويه بصراحه طويله نوعا ما، تحكي على مجموعه الاجهزه وشغلها وكذا، كل واحد شيء يقيس وسبيسيفيكيشن مالتها، يعني مو كل المعلومات تحفظها بس على الاقل ناخذ فد شيء عنها. فيلير اوف فلكسبل بيفمنت، ذا ميجر فلكسبل بيفمنت فيلرز ار فتيك كراكنج راتنج اند ثيرمال كراكنج. يوجوالي اهم العيوب اللي تصير متجدده بالفشل بالتبليط مالتنا اغلبها جايه من الفتيك كراكنج، العيوب اللي تصير بسبب الكلل او الملل اللي يصير بالتبليط من الاحمال المستمره اللي عليه. راتنج يوجوالي اهم عيوب الفشل بالتبليط هو الراتنج اللي هو نسميه بالعربي التخدد، ونشوفه عاده يصير تحت اطارات المركبات الحمل الثقيله وبالسرعه الواطئه. ونشوفه عاده وين نشوفه؟ نشوفه يا السيطرات او مداخل المدن، واغلبكم شايف هذا الشيء. الراتنج اللي عندنا بالعراق بصراحه يمكن الورست كيس المفروض 2.5 سنتيم 25 ملم. خلينا نقول الورست كيس بالراتنج، اذا تذكرون المحاضره السابقه اكو فد ستاندرد تعتمد 25 ملم وفد ستاندرد اخرى تعتمد 50 ملم. 50 ملم يعني 5 سنتيم اعظم راتنج يصير، بس احنا ما شاء الله اتصور احنا شايفين كلتنا 10 15 20 سنتيم الراتنج قد يكون موجود. اند اوف كورس ثيرمال كراكنج تصير بسبب الحراره. The fatigue cracking of flexible pavement is due to horizontal tensile stresses. طبعا هذا الفتيك الفشل او الكراكس اللي تصير بتبليط المرن، شنو سببه الاساسي؟ هو شنو؟ الهوريزونتال تنسايل سترينز ات ذا باتوم اوف ذا اسفلتيك كونكريت. يصير شنو؟ بالستريسز بجهادات او انفعال الشد او انفعالات الشد اللي وين تصير؟ باسفل الطبقه الاسفلتيه. The failure criteria relates a low number of load to tensile strain and this relation can be determined in the laboratory fatigue tests on asphaltic concrete specimen. Of course اذا تريد تعرف هل هذا الفشل اللي صار بالقطع التبليط مالتك بالفتيك لازم تحتاج تاخذ سامبلز وعينات اللاب حتى تسوي لها examination. Rutting occurs only on a flexible pavement. Usually تعرفون الراتنج يعني هذا ممكن يجيك فراغ يقول لك الراتنج يطبق للفلكسبل والرجل، راح تقول لي لا استاذ الرجل ما بي راتنج فقط للفلكسبل بيفمنت. As indicated شلون العلامه مالته او شلون الانديكيشن مال الراتنج مالته؟ As indicated by permanent deformation or rut depth along wheel load path. Sorry. اذا
الراتنج عبارة عن ديبريشن، إذا تذكرون التعريف مالته عبارة عن ديبريشن أو انخفاض في سطح التبليغ، وين نلاحظه عادة؟ في وسط الطريق، في سكند لايمر الطريق، يعني هاي الأمور شد بسيطة ممكن يجيك فراغ صح وغلط. شوف شلون؟ يعني الأسئلة هيك مال الصيانة راح تكون هيك مالتيبل تشويس صح وغلط، فإرادك تقرأ ما بين الأسطر وتكون فاهم مو حافظ. تكون عادة وين؟ along wheel load path. Two design methods have been used to control rutting. اكو في الطريقتين للتصميم حتى اقدر اسيطر على الرتنج. وان تو ليميت ذا فيرتيكال كومبرسيف سترينز ات ذا توب اوف ذا سب جريد، وحده تقلل الضغط الانفعال او الانفعال الانضغاطي، الانفعال الانضغاطي وين؟ على التوب مال السب جريد مالتنا. اند ذا اذر وان از تو ليميت رتنج تو تولر اماونت ويتش از يوجوالي ليس ذان 12 ملم، يعني اقل من 12 ملم نقدر نعتبره نوعا ما مقبول. tolerable amount، tolerable amount معناها مقدار مقبول من قيمة الراتنج. thermal cracking includes usually thermal cracking بها two types بصراحة includes both low temperature cracking and thermal fatigue cracking. هناك حكي على failure criteria مال من مال flexible pavement. Also we should have some failure criteria for rigid pavement. انا بدي احاول اكبرها لان انا مصغرها شويه بالسلايد. Hopefully it's going to be clear. انا بصراحه الكروم اليوم معطيني هوايه، يعني الواجهه مالته متغيره عندي هوايه ما اعرف ليش. حتى الادونز مال الحضور ثواني وينها؟ تقريبا عندنا 27 واحد او 25 بيسكلي وغياب ثلاثة مش 15 طالب. Failure criteria of rigid pavement. Traditionally, fatigue cracking has been considered as the major or only criteria for rigid pavement design. Usually, fatigue cracking هو كان يعتبر المقياس او الكرايتيريا الوحيدة في rigid pavement design. The allowable number of prone to rigid cause fatigue cracking depends on the stress ratio between flexural stress, tensile stress, and concrete modulus of rupture. يقول لك العدد المسموح به من الاحمال المروريه من تكرار of load repetitions، يعني شلون نقول كم مليون مره تمر عليه الاحمال المروريه. The allowable number of load repetitions حتى تسبب لي هاي fatigue cracking على من يعتمد؟ يعتمد على الراتيو ما بين، يعتمد على الستريس ريشيو، على نسبة الإجهاد ما بين الفلكتشرال تنسال ستريسز أو ستريس ما بين شو يسموه إجهاد الشد فلكتشرال شو يسموه فلكتشرال ما بين إجهاد الشد ما بين شنو تعرفون الريجيد بيفمنت عملية نقل الأحمال للتربة وللطبقات السفلية مال التبليط مالتي شنو اللي يتحمل أو الثقل الأكبر؟ لازم يقول لك سؤال، شنو الفرق بنقل الحمل بين التبليط الأسفلتي والتبليط الخرساني؟ جوز أنا قايلها. شنو الفرق الأساسي بنقل الحمل؟ أحد يعرف؟ دكتور الاسفلتي ما في تسليح والريجيد بيفمنت في تسليح. لا هاي المعلومة مو جديدة دكتور، يعني هذا الريجيد يتحمل احمال عالية والفلكسبل اقل. هم ممكن تقول لي نعم اوافقك بها، بس سؤالي شلون تختلف طريقة نقل الاحمال؟ الفلكسبل
شنو الطريقه اللي استخدمها حتى يوزع الحمل اقل ما يمكن للتربه، والريجيد بيمان شنو الطريقه اللي استخدمها حتى يوزع الحمل؟ اللي هي بصراحه الجواب موجود، يعني كلكم المفروض تعرفوه، موجود بالستركشر نفسه مال البيفمنت مالتي. انت المفروض هسه صف رابع، انت تصور هسه صرت مهندس راسا تقدر تعرف، تقول لي استاذ الفلكسبل بيفمنت يعتمد يسموه مالتي لاير سيستم فور ستريس فور ستريس اور فور لود ديستريبيوشن، طريقه 2 الى 1. طبعا راح واحد يسالك سؤال هماتين، لاحظ الطلاب هاي ديسكشن واللي قاعد احكيه هو مو للاطلاع، تسال عليه بالامتحان تلقاه بالمحاضره، ما تلقاه ما منتبه ما حاضر وقت يمك. شوف شلون؟ يعني من واحد يقول لك انا ليش اسوي تبليط اصلا؟ ليش اسوي تبليط؟ يعني انقل احمال انه بدل ما تكون مركزه ديسيبيت انت ذا يعني التربه. اللي ما امشي على التربه قوه. ها؟ نعم ما افتهمت. ليش ما امشي على التربه قبل؟ يعني يصير عندي انه يكون بانشينج، يصير راسا تشققات، مشاكل عديده. تفشل التربه، الموجه الاساسيه مال التربه هواي اقل من البيفمنت مالتي. البيفمنت شغله الاساسي اشيل اشيل الجزء الكبير من الاحمال، انا الحمل اذا جاني 100 طن أنا التربه ما توصلها 10 طن، التربه ما توصل 5 طن، نعرف ان السي بي ار مال التربه وقابليه التحمل او البيرن كباستي مال السويد اللي تاخذوها انتم بالاسس بالعراق، البيرن كباستي زياد 10 8 طن على المتر المربع، زين الجزء القويه توصل 15 طن على المتر المربع، فهذا قصدي. فالبيفمنت بالفلكسبل يعتمد على مبدا المالتيبل لاير او المالتي لاير سيستم حتى يسوي اللود ديستريبيوشن. اما الريجيد بيفمنت، الريجيد بيفمنت ما في طبقات، هو عباره عن بي سي سي ستاب الرئيسي، تربه حطت بي سي سي سلاب وها هي. اذا يعتمد على شنو؟ على المودلس اوف رابتشر، على معامل الكسر او التصدع الخاص بالكونكريت حتى ينقل الحمل. ونقطه اخرى مثل ما انتم جاوبتوني بين الكونكريت بيفمنت، نعم هو ممكن يتحمل احمال عاليه كثيره مقارنه مع الفلكسبل بيفمنت، لهذا وين نشوفه؟ نشوفه بال بكثير من الهاي ويز ريجيد بيفمنت، وكثير من الران ويز تكون ريجيد بيفمنت، وكذلك يكون اقل تاثر بالمحروقات من محروقات. هذا تشوف محطات البنزين والوقود ايش فيه اكثرها ريجيد بيفمنت لان ما يتفاعل وما ياذي الكونكريت نوعا ما، مور ديورابل ذان فيكسبل بيفمنت. واصلا تعرفون مالتنا هي اصلا جايه من ريزيجوال كاسفل من الكرود اويل، اذا تتذكرون هالدروس اللي اخذتوها. Also pumping is defined as an important failure criteria. Also اذا صار عندي pumping راح تقول شنو pumping، لازم ترجع المحاضره او هنا معرفيها ايضا بس المفروض عرفناها. شنو pumping؟ is the ejection of soil slurry through the joints and cracks of cement concrete pavement. اذا also pumping نفس تعريف الفلكسبل بيفمنت هو شنو؟ عمليه ejection اللي هو الطرد او عمليه خروج مواد التربه الناعمه من خلال الجوينتس والكراكس الموجوده بالسيمنت كونكريت بيفمنت. Which can be caused during the downward movement of slab under the heavy load, heavy wheel load. اللي تصير ربما هاي تصير عمليه البامبنج من مرور الاحمال او من حركه السلاب نحو الاسفل بتاثير الاحمال الثقيله. Also, other major types of disasters in rigid pavement include faulting, spalling, and deterioration. نجي على الموضوع المهم بهاي اللكتشر. وبصراحة يمكن أنا عندي تصور كنت محضر فد فيديوز كروم سيل ايش زين.
evaluation of structural condition of pavement. هذا سوي evaluation للستركتشر مالته، شوف الستركتشر مالته sound solid زين مو زين، ايش قد باقي له. فيحتاج مجموعه من الاجهزه بصراحه حتى اقدر اسوي evaluation للستركتشر مالتي. اوكي هناك تعلمنا اسوي evaluation للعيوب مال التبليط مالتي، اقدر اعرف، راح تقول لي استاذ تروح للطريق، اي استاذ اقدر اعرف واقدر احسب لك البي اس ار بي اس اي بي سي اي بيمنت كونديشن اندكس من خلال معادله بسيطه، واطلع اقول لك هذا الراتنج مستوى الشده مالته هالقد، وهذا البي تشقق طولي هالقد، تشقق عرضي هالقد، بي ريفلكتيف كراكس هالقد، تقدر تسوي ايفالويشن للتبليط مالتك. هسه اذا اسوي تيست ستراكشر كليته مال البيمنت مالتي، اول طريقه يسموها البنكر مان بيم تيست statically moving loads. طبعا باليوتيوب موجود بس ما اتصور حصل عندنا مجال، بس اكتب هذا الاكسبرشن، بس قول له بنكر مان بيم تيست. انا بصراحه مثلكم طلعتها وكتبتها فشفت شلون يشتغل شلون كذا شلون يربطوه بالمركبه، بس راح تشوفون الفاليوز اللي راح نحكي عنها والبوزيشنز والكذا. قلت لهم لو بالامكان كان نقدر نسوي فيديو او نستعرض اليوتيوب اصلا موجود، بس ما اتصور راح يساعدنا النت. بس ببساطه ان شاء الله على الكانفاس اليوتيوبز اللي موجوده عندي انا كلهم راح ارفعهم لكم على كل الاجهزه اللي راح تشوفوها اليوم حتى تحس بيها. اي والله تقول هذا جهاز واكو ناس تكنيشنز موجودين وكذا هم يسوون هذا الجوب. The test procedure covered the determination and then the test procedure راح تشوفه covered the determination of the rebound deflection of pavement under standard wheel load and tire pressure with or without temperature measurement. إذن صراحة شو يريد يطلع من البنكرمان بيم تيست؟ يريد يقيس ديفلكشن، يحصل له لود ويقيس يسموه ريباوند ديفلكشن. ايش قد صار ديفلكشن بالبيفمنت مالتي؟ حصل له لود شنو؟ ستاندرد ويل لود، حصل له ستاندرد ويل لود، ويل لود القياسي وكذلك تاير بريشر القياسي. يعني تاير بريشر اذا اقول لك انت طبعا المفروض تعرف الويل لود القياسي ايش قد بالكيب او بالباون، المفروض مر عليك خلال 4 سنين بدراستك، والمفروض تاير بريشر بايش نقيسه عاده؟ بالبار دكتور؟ لا، من تروح تقيس تاير سيارتك من البنشرشي شو تقول له اسوي لها؟ تقول له اسوي لها 30 مو 35. يعني البي اس اي قصدك؟ عافيه اللي هو شنو معناه؟ البي اس اي شنو معناه؟ دكتور باوند بير سكوير انش. عافيه، باوند بير سكوير انش بي اس اي هذا ضغط الاطارات. طبعا السيارات الصغيره تبدا من 25 35 السيارات الكبيره توصل 80 الى 90 حسب السايز والمال الاطار والتايب مال المركبه. يعني الاطارات الكبيره بصراحه والهيفي تراكس يوصل من 100 او فوق ال 100 يوصل بي اس اي. فتخيل هذا البريشر اللي يسويه هذا الاطار. بيكل مان بيم بصراحه يو هاف ذيس بيكتشرز بيم بيدال جيجز يرتبط فد مركبه راح تجي تمر وراح تسوي فد ديفلكشن وراح اقيس هذا البيم ببساطه. هسه راح نشوف تفاصيل شلون القراءات شلون كذا مالته واجزاء موجوده قدامكم. يعني بصراحه هذا اكو نقطة أي نقطة أي يعني ضروري يعني تحفظه. حتى قلت لكم الهدف الأساسي أقيس ريباوند ديفلكشن، ريباوند ديفلكشن نتيجة تسليط حمل على التبليط مالتي. يمكن هذا شكل نفسه
بس يجوز اكبر هنا. هذا بلان فيو، هذا قال عليه الاليفيشن متغيره المسافه منا لهنا ايش قد 1.22 متر تو 1.4 المسافه منا لهنا متغيره. هذا سطح التبليط مالتي، هاي المسافه تقريبا 1.3 متر. يعني ما صار بصراحه راح اسالك ايش قد البعد منا لهنا، بس ممكن اعطيك هاي الصوره واقول لك يا ابو شنو هذا الجهاز، اقول لك هذا البنك ما عندي شو قيس بيه، اقول لك هذا الريباوند ديفلكشن، اه ذاتس ات على سبيل المثال. شوفوا هذا الاستعد جزء موجود عندكم، جزء ما موجود عندكم ما نضفته، ممكن اضيف لكم ادز لكم هذا الجزء اللي انا ضايفه، لان هنا شفت ما بوضح لك القراءات او ما قال لك شنو اس وما قال لك شنو هذن القراءات مالتنا. اذا هاي الطريقه شلون اقدر احسب الريباوند ديفلكشن اوف ذا بيفمنت شال بي كالكوليتد ان ذا فالوينج مانر، نتبع هاي الطريقه حتى نقدر نحسب الريباوند ديفلكشن. فيرست اول خطوه تو بيفمنت ريباوند انديكيتور شال بي استابليشد باي سبتراكتنج ذا انترميديت اند فاينل ريدنجز فروم ذا ستارت ريدنج. يقول لك اول انديكيتور لازم تسويه او اول تشيك لازم تسويه، لازم تطرح الاس اللي هو يسموها الستارت ريدنج، تطرحها منين؟ من الفاينل اف، تطرحها من الانترميديت ريدنجز، تقول اس ناقص اي اند اس ناقص اف. راح نجي هسه هنا خلينا نشوف شنو الاس وشنو الاي وشنو الاف. اذا الستارت ريدنج هذا هنا اذا تريد هاي نفسها اللي سماها اس، شنو هي؟ از ذا ماكسيمم دايل جيج ريدنج اوكيرينج دورينج ذيس موفمنت اوف ذا تراك فروم بوزيشن اي تو بوزيشن بي. هاي مهمه شباب. ستارت ريدنج وش وقت نحصل على ستارت او شو وقت نحصل على ماكسيمم دايل جيج ريدنج؟ تقول ستارت نحصل عليه، هاي نسميها ستارت ريدنج، نحصل عليها في اول تحرك للتراك مالتي فروم بوزيشن اي تو بوزيشن بي. وهسه عرفنا قبل شوي الستارت قبل عرفنا البوزيشن اي، اذا اقدر ارجع عليه شباب هذا بوزيشن اي الى بي. من تحركت التراك مالتي الويلز مالتي فروم اي الى بي هذا حصل يسموه الستارت ريدنج. زين بعدين تقول if the indicator so obtained agree with، اكو عندنا فد limitation او قاعده او فد شو يسميها criteria حاد معين، اذا طلع ضمن حدود 0.03 millimeters اذا عند true rebound deflection add the temperature t can be calculated. بهالطريقه هاي اقدر احسب شنو الماتي deflection rebound deflection add temperature t اللي هو هذا اكسس تي يساوي 2s ناقص f. زين خلينا نشوف ذني القياسات اللي قلنا عليها قبل شويه. الانترميديت ريدنج سماها اي لان موجوده في هذا القانون، خلينا نعرف شنو هي. Is that figure indicated by the dial gauge at the moment of track stops with the test wheel in the positions in position B. اذا بدايه الحركه مال التراك فروم اي تو بي، بدايه الحركه سجلت الاس، بس الاي صارت هي شنو؟ at the moment track stops with the test wheel in position B. هاي مهمه، شوف شلون لازم هاي ممكن يصير بها تريكي وكويشنز. شو وقت تقيس البي؟ شو وقت الاي؟ شو وقت تقيس الانترميديت؟ شو وقت تقيس الستارت ريدنج؟ ممكن هي هيك اسئله تنسال عليها لان رد لها شويه بس تركيز ببساطه. اذا من يقف التراك او من يقف من تقف الويل لودز او من تقف التراك ويلز على نقطه بي من توقف، هذا نسميه الانترميديت ريدنج. بعدين ايش عندي بعد؟ عندي position V اللي هو ما داخل بالمعادلة، عندي F بس عندي أيضا قراءة the track shall be moved forward until the test wheel is in position V which is not less than 10 meters from position V. يعني يقول لك يا أبا المسافة بين position B و V شقد، بين B و V يقول لك شقد لازم أقل شيء، ببساطة قايل لك هنا حسب اللكتشر at least 10 meters. اذا تستمر الحركه من بي الى في ات 10 meters. The final reading شو رمزلها حسب هذا القانون؟ اف، وهنا هم رازمين اف. شنو هاي القراءه؟
Is that figure indicated by the dial gauge when the truck has stopped in position C? That's it. Position C حسب الفيجر هو last position أو last value اللي بدنا نقيسها بهذا الفحص. إذن إذا عندك الفارق أقل من 0.03 راح تقول هذا القانون. إذا الإنديكيتورز أكبر more than لازم تقدر تسوي لازم تسوي adjustment راح تقول x of x of t x rebound deflection at temperature t usually راح تقول start لأن التمبريتشر مهمة بالموضوع لأن الديفلكشن مال التبليغ ممكن يختلف باختلاف درجة الحرارة صح لو لا بوجود اللود يعني أفحص بشهر الواحد وأفحص بشهر السابع لنفس التبليغ راح أحصل نفس الديفلكشن يعني إذا من الغلط تقول لي سادة أكيد راح أحصل نفس الديفلكشن أكيد من الصح تقول لي لا سادة أكيد راح الديفلكشن يختلف درجة الحرارة تأثر على خصوصا بالفلكسبل بيفمنت اللي نحكي احنا أوكي إذا أكبر إذا راح تقول سادة راح أطبق a new equation اللي هاي 2s ناقص f plus 5.8 هذا at هذا طلعت x at what at some specified temperature I need also I need the pavement deflection or rebound deflection at what at standard temperature let's say 20 degrees or 20 Celsius إذا ببساطة عندي قانون يربط لي الاكس تي الاكس سب تي اللي حسبتها مع التي تمبرتشر مع التي مع من؟ مع الاكس 20 الاكس 20 ايش تمثل لي؟ هي التمبرتشر كوركتد ريباوند ديفلكشن ان مليمتر ديفلكشن يعني يوجوالي بالمليمتر ان تي which is a new variable شنو هو؟ هو temperature in degrees Celsius 40 millimeters below the surface of the pavement مو 40 درجة تحت الصفر لا يقول لك هاي الدرجة المقاسة على عمق 4 سنتيمات أو 40 ملم في وين تحت سطح التبليغ إذن هاي مهمة كل هاي parameters يعني من يجيب لك معادلة أو كذا أرقام أتصور ما عندك مشكلة تطبيقها بس فهمها مهم فهم البارامترز بالمعادلات مهم start reading final reading intermediate reading يعني واحد بصراحه مهم يعني انا اذا اريد اجيب ممكن اجيب عليها سؤال ليش لا بس ما اقول لك intermediate واقول لك start وكذا اقول لك الاس هل قد ولا فعل قد والاي هل قد واحسب لي الاكس سب تي احسب لي الاكس سب 20 شوف شلون ممكن ادوخك بالاكس بالتي كابتل اقول لك درجه الحراره مال التبريد من فوق مقدارها 60 درجه درجه الحراره مال التبريد على عمق 10 مليم 60 100 درجه درجه التبريد على عمق 4 سنتيم هالقد فانت راح تقول ليش مطيني ثلاثه؟ جيناني شو احتاج؟ اذا انت قاري راح تقول استاذ انا كلن زياده بس انا اريد على عمق 4 سنتيم اجوز بعضكم بالنس اخذتوا بالركائز بالاسس دكتور بس صوتك يقطع ما اعرف بس اني او ما ادري يعني صوتي يقطع والله يا اخوي ربما يعني الانترنت يقطع يا من اهلين يعني هاي العشر ثواني تقريبا ما فهمنا شيء هسه صوتي زين لا مو زين اي هسه تمام اي دكتور هسه زين حقكم مو بالبيت والله يا اخوي بالجامعه وانترنت بالجامعه جاوب فاهم فهمتوها لو شنو دكتور ماك الصوت اخذ له 10 ثواني هم مره ثانيه ماك دكتور الصوت ماكو ابد يعني تحكي كلمه ويختفي بس انا مو اسمعكم
تسمعوني؟ دكتور صوتي هم... لا دكتور صوتي يقطع يجي ويروح. بليت لود تيست سمعتوني لو لا؟ بليت لود تيست كلكم سامعين بي؟ شباب تسمعوني؟ اي دكتور صوتي انا راح اجيب الحاسب ايام من شويه من الرابطه. انا اعذروني لان الثلاثاء اليوم ثلاثاء بس دوامي بالجامعه لان عندي عليا حضوري وانتم الكتروني فما اقدر اصير اثنين. زين بليت لود تيست تسمعوني زين؟ من اللي جاوبني؟ تمام دكتور تمام الحمد لله اغلبكم سامع بالبليت لود تيست اللي نقيس فيه يوجوالي سب بيس والجرانولار ماتيريالز حتى نقيس الشي سترينث اوف بيفمنت كومبوننت. هذا انا يعني بصراحه طلعت فيديو البارحه بس انا للاسف الكروم انغلق وراح الفيديو بس ان شاء الله اليوم بنرجع اصعد لكم فيديوهات مال هاي الاجهزه كلها اللي راح تشوفوها اليوم يوتيوب اذا صعدها على الكانفاس تقدر تتفرجها بداخل الكانفاس بدون ما تطلع من الكانفاس ان شاء الله. بليت لود تيست بصراحة أغلبكم شايفة أو شرحي عليكم بالأسس أجيب usually two plates نقول أيوة اسمه بليت شو يسموه static plate load test. أجيب مثلا هاي يسموها البليت بيرنج بليت فد 50 60 سنتيم وأجيب فوقها يسموها ستيفنينج بليت بعدين اجيب فد سبيسرات واجيب فد جيك واجيب داير جيجز اوكي اجيب جيك هذا ابو الهوائي واجيب اخلي فوقها شنو حمل هذا هيدروليك جيك وهنا اكو ويت عندي وكل تهذني يسموها بريشر جيجز بريشر سيلز شو يسموها انتو داير جيجز بريشر سيلز اوكي حتى تقيس لي اكو جيج يقيس لي الضغط او الستريس اللي راح اسطل اللود وجيج يقيس لي ديفليكشن. نادوا شباب شغلتنا بدي اشوف ايش قد راح ينزل البيفمنت مالتي تاثير الحمل. هذا شلون راح ارسم او شلون راح اسوي الكالكوليشنز مالتي حتى اقدر اوصل الى فد هيجي علاقه. هسه نرجع للستاتس اللي بعده بس هنا بدي اقول لك الديفلكشن ارسم علاقه بين الديفلكشن ما بين اللود انكريمنت اسوي لود انكريمنت واقيس ديفلكشن. بس الفيديو ان شاء الله من تشوفه اليوم ان شاء الله ارفعه راح توضح عندك الفكره شلون اجيب شلون الادوات مالتي شلون اخليها شنو التولز اللي استخدمها والدال جيجز. انا المهم عندي ارسم علاقه ما بين الديفلكشن ما بين اللود ذا كالكوليشن اند بلوتنج اوف لود ديفلكشن ريليشن شيب باوندز بير سكوير انش بي اس اي ايش بالي ديترمينيشن ايش راح احصل التوتال لود اور ستريس ات 0.05 انش اللي قابل ايش قد 1.27 ملم بيش توتال لود يوجوالي مو ستريس توتال لود احنا نريد ستريس طبعا لود مقسوم على المساحه توتال لود ان باوند شال بي ديفايدد باي ذا اريا اوف ذا سيلكتد بيرنج بليت اكسبريس ان سكوير انشز. قلت لكم هاي يمكن تقريبا ايش قد 10 انش ايش قد هاي اللي فحصتها يمكن 18 انش 50 60 سنتيم فانت تقرا لود متقسم على اريا حتى تقيس ستريس which is PSI. The question would take the following area from the area of course by R square PSI اللي هو الباونس per square inch of course which is load divided by area. The area مالتمن the area of the selected bearing plate of course كل فاحص كل شركه ممكن تقول لك يا بس او يوجوال اكو ستاندرايزيشن عالميه بس لا بد ان تستخدم تقول انا هاي متوفره عندي بداتا طبعا بها تكنس مواصفات معينه وكذا الى اخره بها ويت معين حتى تتحمل الاحمال اللي تسلط عليها فراح لازم تكون كلش سوليد وتكون كلش يعني ما تكون ما تعطيك رياكشن خادع بين صار ديفلكشن صار بيها والخلل صار بيها مو بالتبليط مالتك. اوف كورس الار هو ريدس اوف سيلكتد بيرنج بليت والبي يساوي لي ستريس 8.05 انش او ما يعادل 1.27 ملم. مودلز ديترمينيشن
اذا طلع الموديل اسوي بلاستيك، شلون اقدر احسن موديل اسوي بلاستيك؟ shall be determined using Burmester theory for circular plates. لازم استخدم نظريه Burmester اللي مر عليكم بالقصص الصور او somewhere. Burmester extended which is Wozniak's theory. ايضا عندهم هاي النظريات الصور Foundation Engineering Theory of Deflection at the center of a flexible circular plate to a rigid plate. ناخذ الفلوريدا equation text the following form. المودلس اوف الاستي يساوي لي 1.18 times psi times r divided by 0.05. اوكي الكي اللي هو معامل رد فعل التربه اللي انتم ماخذيه اتصور الكي هو السويل ريأكشن. شو يساوي لي؟ اي divided by 1.18 times r. اعرف من فاتح معي. K معامل رد فعل التربه ماخذين سويل ريأكشن يساوي E divided by 1.18 divided times R اللي نعرف المودل اسوي الاسيستي 1.18 هو just constant خاص بالريجيد بليت اللي نستخدمها. ال P هو ستريس at 1.27 millimeters of course ال A هي ال area of selected bearing plate ال K قلنا عليه سويل ريأكشن and ال R of course هي نصف قطر ال bearing بليت. راح اشوف الفيديو راح اشوف اقول لك هاي البليت شلون نجيبها شلون نجيب الرمل شلون نعدل السطح شو خلينا البليت خلينا فوقها الجد اقول لك جد بعدين جبنا يشمل الاحمال شباب اذا فلسس حاشي لكم عليها نجيب مثلا لوري محمل واجي اخلي جواد جد وابدا اني استخدم الجد مالتي اسلط الحمل ابدا ارفع الحمل شوي شوي يصير بزياده حتى اقدر ارسم هذا الكيف لازم يصير بزياده تدريجيه وقال لك بالفيديو راح اشوف ايش قد القابليه او التواستي ايش قد اقدر احمل من وزن فحمل 5 طن او حملت 1 طن نوبه 3 طن نوبه 6 طن او 1 طن 5 طن 10 طن 15 طن الى اخره واقيس ديفلكشن واقدر ارسم العلاقه ببساطه بيناتهم هذا في الاكزامبل حاسب لك بي توتال لود اللي عندي تيرمز اند باونس حاسب لي ستريس which is load divided by area حاسب ومعطيك ايضا المودلس اوف الاستي ومعطيك الكي اللي هو السويل ريأكشن يلا صور معادلات بسيطه اذا يجيك في التيست او في الاكويجن معينه او في المثال معينه اعتقد بامكانك تحله يجوز ماكو هنا مثال بس بي ريدي اذا عندي امثله اذا لقيت أدزلكم بالمثال أو مثالين just in case لا تنتبه لليونتس بصراحة هنا لاحظ اللود كونتنت مع 10000 13000 20000 والطن كم باوند؟ اسمعوني ولا لا؟ اي نعم دكتور يا بطن كم باون؟ عودين نايمين قاعدين هسه الدنيا ظهر شو يسوون ما ادري اللي دكتور قاعدين يعني تقريبا 2000 غير ليش 2000؟ والكيلو كم؟ الكيلو كم باون؟ 2.24 هيك شيء يعني 2000 ليش هذا؟ طيب طيرت 200 كيلو ليش؟ طيرت ربع طن ليش؟ اذا 2200 كون تنتبه على هاي اليونتس اعطيك ميجرمنت بقول لك ارسم لي تحول وحدات ما تحول وحدات فشويه يراد لك شويه تربط بين الـ SI والـ US units هذا الـ bearing plate sketch هذا elevation و
هذا هو كنان مالته. شلون قلت انا شلون شرحت قبل شويه؟ لا يوجوالي نهاية دكتور فلاح بصراحه، دكتور مكي يعني مسوي بالفير. انا متاكد دكتور مكي حاكيك عليه، او سوري دكتور مكي ما درس كوميرسوس. ها ف 3 بليتس يوجوالي، وعندي فد سبيسرز وخلي فد هيدروليك جاك، بعدين اخلي اللود رياكشن بيم او اللود مالتك، هنا يخلون فد بيم معين، خلهم فوق فوق احمال، او تقدر تستخدم لوري او تراك. زين نفس الفكره، وعندي دايل جيجز للاحمال ودايل جيج للديفليكشن. انذر ديفايس، قلت لكم هاي المحاضره راح تحكي على الديفايسز والماشينز والانسترومنت اللي نستخدمها حتى نسوي اسسمنت. الناس شو تريد تسميها؟ Another device اسمه Dynaflex Test which is steady state vibration. شو تقصد بهذا الجهاز وش يقيس؟ Dynaflex Test is a steady state vibrator device that is instrumented to measure peak to peak dynamic deflection of the pavement surface. أيضا هذا الجهاز يستخدم لقياس الديفليكشن في سطح التبليغ. شرح هواي عليه إذا الكتروميكانيكال جهاز الكتروني ميكانيكي، اغلب هاي الاجهزه شباب كلها سنسرات، كلها كمبيوتر مرتبطه بسنسرات ودقيقه كلش. تتعامل انت شنو مع ديفليكشن، ويولا الديفليكشن شنو بالمليمترز واجزاء المليمترز، لهذا لازم تكون الاكيورسي كلش عاليه، بدك تحكي بالامتار وسنتيمترات وهاي الى اخره. اذا الكتروميكانيكال ديفايس which is used for measuring highway and airfield pavement deflection. And then usually, مثل السؤال شو نستخدم حتى نقيس الهاي واي والايرفيلد بيمنت ديفليكشن؟ تقول استاذ ممكن نستخدم الدانفلكت تيست. من بتكون؟ The Dynaflex appears on apparatus او apparatus تعرفون هي في المرادف مال ديفايس انسترومنت consist of dynamic cyclic force generator. فالجنريتر يولد فورس ديناميكيه. وين محطوطه؟ mounted on a two wheel trailer. usually هذا الجهاز راح تشوفوه بالسلايد اللي بعده، هو عباره عن تريلر متكونه من two wheels وامامه هذول شلون نقول عليها الجنريتر مال هذا الفورس، يولد قوه ديناميكيه. also قد متكون من ريموت كنترول يونت and also a sensor assembly and the sensor geophone calibration unit. هذول components مال Dynaflex apparatus or instrument. ليش يستخدم هذا بصورة واسعة؟ This system is widely used because of its low cost. ليش يستخدم low cost؟ Its mobility. mobility معناها شنو؟ ممكن نقله من مكان إلى آخر. And also a speed of operation. كذلك شنو سبيد اوف اوبريشن؟ يعني شنو نقول عليه؟ سرعه التشغيل مالته او سرعه الانجاز، انجاز المهمه باستخدام هذا الجهاز. ثري مين بروز اور ادفانتجز اوف ذيس ديفايس: لو كوست، موبل، ممكن نقله من مكان الى اخر، كذلك سرعه الانجاز الاعمال باستخدام هذا الجهاز. اذا هذا Dynaflex شو يستخدم؟ مثل ما قلت قبل شوي uses a cyclic force of non magnitude. اذا حصل لك فورس قيمه معلومه وفريكونسي معلوم، حتى شو اسوي؟ to induce roadway deflections. to induce حتى احد هنا اذا حصل لك متعمد حصل لك فورس بفريكونسي معينه حصل على التطبيق مالتي حتى اقيس الديفليكشن وشوف تصرف او اشوف الساوندنس او structure مال التطبيق مالتي. Figure below show a schematic sketch of the Dynaflex equipment, which is basically not below. Figure in the next. Slide. هذا ال Dynaflex
instrument, two wheel trailer, these loading wheels, high loading wheels. وهنا عندنا في الشيء يسموها geophones, هذا elevation وهذا plan. تشوف الدايمنشنز مالته 10 inches 10 inches. نمبر 1 جهه المساواه ما بين جيوفون وجيوفون. اول جيوفون قال لك يكون ما بين المحاور, هذا بي كونفجريشن. اوكي مسافه اول واحد يكون بين المحورين مال اللودنج ويلز مالتنا, اما الثاني والثالث والرابع والخامس يكون على مسافات متساوية اللي مدى اللي مثل ما تشوفون المفروض الفيجر واضح عندكم تقريبا قد مسافته 12 انش تقريبا قد 10 انشات 25 تقريبا 30 سنتيمتر. اسكليتنج ذيس هاي ويت راح نسلطها قلت لكم الفيديوهات ان شاء الله اليوم ارفعها وراح تتذكر الحكي اللي حكيته من تشوف الفيديو. Oscillating weights cause the pavement to deflect and rebound. تسليط هاي الاحمال ايش دا اشبه؟ دا اشبه تسليط هاي الاحمال مشابه للمرور المركبات. اوكي؟ Then oscillating weights cause the pavement to deflect and rebound in a manner similar to vehicle driving over the pavements, over a pavement surface. Of course, راح شلون نتوقع او شلون راح نقدر نميز التبليط الزين من التبليط المو زين؟ التبليط المرصوص بصوره جيده, التبليط المواد الزينه, التبليط الجديد, التبليط القديم, شلون؟ ببساطه من هاي العلاقه البسيطه. A weak pavement will typically deflect more than a strong pavement. As simple as that. If I have weak pavement, راح اتوقع الديفلكشن مالته راح يكون اعلى من الديفلكشن مال strong pavement. هاي شلون اقيس هذا الديفلكشن؟ يقول لك motion sensing geophones. فالجيوفونز خاصه تقيس شنو؟ صراحه كلمه جيوفون جيوفون مش الترجمة بصراحة أنا ما دورتها من ترجمة ما أعرف معناها شو تسميها جيوفون شو يدري عليها من يساعد جيوفون والله انا عادي اشياء اعتمد عليكم انتم شكلكم نايمين اصلا. اكثر ارباعكم الفيديوز ما تبعوا على المحاضره. دكتور يعني حاليا بحثت عن موجودين وياك دكتور. يقول يا عمود اقول لك الجيوفون شنو هو؟ از ا ديفايس ذات كونفيرتس جراوند موفمنت فيلوسيتي انتو فولتج. اه تمام. هذا لا لحظة إذن الجيوفون مثل ما زميلكم مشكور طبعا وأنا أيضا طبعا عندي إنترنت سوري إذن عبارة عن جهاز ضروري الجيوفون أنا بسرعة البارحة ما أو سويت محاضرة ما طلعت مات الديفينيشن كان المفروض أعرفه. جهاز شو يسوي؟ converts ground measure او ال velocity into voltage which may be recorded on a recording station. اذا هاي الجيوفونز هي اللي راح تساعدنا حتى اقيس الديفليكشن. اذا motion sensing geophones هاي الاجهزه اللي شبيهه motion sensing تحسس الموفمنت تحسس الحركه مال التبليط مالتي. Measure the amount of deflection caused by oscillation of weights. طبعا
هنا هاي رادلها بعد في الجملة شلون راح يحول هاي الموفمنت الى ديفلكشن موشن. اذا شلون اقيس الديفلكشن باستخدام جهاز دانفلك؟ تجيك اسئله هيك، ما اقول لك اشرح ليها كلها، لا تجيك اسئله من تحت الاصفر. بعد الاستاذ يستخدم special types of geophones which can sense motion, motion sensing geophones which can measure the amount of deflection caused by oscillation of weights. شلون البروسيس مالتي راح تكون؟ شلون راح اقيس؟ يقول لك two counter rotating eccentric weights provide a cyclic load to the pavement surface. راح اسلط فد احمال cyclic load، شو يسموه؟ cyclic حمل دوري الى سطح الطريق مالتي. تمام؟ الفريكونسي هنا اسلط لود بفريكونسي، اسلط لود معلوم وفريكونسي معلومه ان شاء الله. زين هي سايكليك فريكونسي، سؤال يسالك هي سايكليك فريكونسي مال هاي الطريقه مكتوبه قدامك. سكيت وانا بدي اسالكم حتى اريد اعرف بدي تشوفون الشاشه ولا لا. اي دكتور واضحه موجودين. ايش قد الفريكونسي؟ 8 هرتز. الحمد لله 8 هرتز عافية. زين and the peak to peak load is applied, it's about 1000 pounds and تقريبا 250 كيلو on two steel wheel, on two steel load wheels. هذا اللي نسميها load wheels placed at 20 inch centers. The actual contact area of each load is less than 4 inch square. طبعا هذا الويل لود ايش فيه؟ لازم راح يصير على contact area usually اقل من 4 انجات مربعه. Some modification can be made to the standard unit. ممكن اقدر اسوي بعض التحويرات to increase the rotation speed to 12 hertz which will simultaneously increase the load delivered to the pavement. Of course, the frequency 20 hertz, the صعد 12 hertz, راح شو يسوي؟ Which will simultaneously راح يبت بال او راح شو يسوي بصوره ثانيه؟ يبدي يزيد الحمل الواصل علما الى التبريد. اوكي؟ cyclic load at a frequency 8 هرتز مو نفس cyclic load at 4 هرتز او at 1 هرتز or at 20 هرتز. The peak to peak deflection, deflections are measured with 210 watt 4.5 هرتز geophones. قيسها في special type of geophones that has these parameters 210 واط تاخذ 210 واط و 4.5 هرتز that are shunted to a damping factor of approximately 0.7. هاي geophones we still in this device قلنا عليها geophones شلون تحول ال motion الى هي بالتعريف بصراحه مو ديفلكشن، تحول الجراوند موفمنت انتو فولتج، تحولها الى فولتج. المفروض عندي ليش قلت لكم ليش الشغله ناقصه؟ ما اصور هاي الجيوفونز قبل راح تخلي ديفلكشن، ما احنا بتعريفها تقرا فولتج. الفولتج لا علاقه بالديفلكشن، لازم اكو فد كونفرشن، لازم اكو فد كونفرشن اوف التيبل يحول لي القراءات مال هاي الجيوفونز الى ديفلكشن. يعني واحدكم لازم يسال ليش شلون هاي تحولت الى ديفلكشن؟ فانا ببالي حسب هذا التعريف
اللي ما ظاهر عندكم لان انا ما مسوي لكم شير على الجوجل. يحول الى فولتج. So I should have some conversion factors that convert voltage into what? Into something related to your work, which is what? Which is deflection. هاي جيوفونز قلنا عليها والرسومات اللي سابقة. شلون يتم وضعها؟ Normally 5 جيوفونز. Normally بنستخدم مثل ما تشوف نمبر 1 إلى نمبر 5. هاي النقاط أو الدوائر الصغار هي عبارة عن جيوفونز. هاي لودينج ويلز. وبأول واحد عادة أول واحد هو يكون بالسنتر مال المسافة ما بين اللودينج ويلز. يعني قلت لكم الأسئلة تكون تركي. إيش قد المسافة ما بين from center to center باللودينج ويلز بدي أنا فلت. ممكن هيك يجيك. فأنت لا تشوف رسم لا تعوفه. حاول تشوف إيش فيه. شنو مسافاته؟ شنو كذا؟ ببساطة يقدر يقول الأستاذ center from المسافة from center to center هي 20 شنو؟ انش تقريبا. هذا 10 بها قبل شارحة مو؟ اللي نظره زين؟ اي دكتور. هذا ما تعرفوها الدبل يعني شنو؟ دكتور يعني الانش والفوت قصدك غير اذا كانت وحده او دبل؟ عفوا هو هذا قصدي نعم. هاي 10 هم الاثنين الانش وهم الواحد هي الفوت.
ها طلاب شلونكم؟ بس راح اخذ حضور والبقيه كل تطلع، يعني هو بس اخذ حضور. انت تاخذ حضور؟ اي انا راح اخذ الحضور لان خابرني دكتور احمد قال الانترنت عندي واقف، فاخذ لي حضور ودز لي. سجلنا كنا حضور ساير. والله هو احمد غير علي موجودين، هو راح يسوي سكرين، هو قال لي فهمني شلون راح يصير. يلا تمام على السكرين. ها يلا استعجل استعجل. تسجيل المحاضرة راح يروح، يعني هو ترى هو الفاتح تسجيل. اي هو عادي لان هو قال انا راح اسجلها مرة ثانية وادزها. يلا شكرا جزيلا طلاب، اسف على ازعاجكم. يلا توكل توكل. يلا الله يعافيك دكتور. توكل حبيبي توكل. ساير بس ساير. السلام عليكم. رجعت؟ اوكي هسه راح افهمه على سارة، هسه خابره وافهمه. يلا اللي يريد يغادر الله تمام. يلا اطلعوا لانه اريد ياخذ سكرين اخير شيء. ما ادري شنو هذا السكرين. ما ادري هو قال لي مني يفرغ الميت اخذ لي سكرين. ما ادري. ها طلعون. لا يلا طلعوا.